8 ودرجة صباح النور، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبريس. تنطلق اليوم الدورة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران الجزائرية. تونس حاضرة ب 172 رياضي، 101 ذكور، 71 إناث، في 20 اختصاص رياضي. عدد المشاركين الإجمالي في الدورة هذه 3390 من 26 دولة متوسطية. الشاب خالد ولطفي بوشناق هما اللي باش يحيوا حفل الافتتاح، و 30 ألف تذكرة خاصة بحفل الافتتاح هذا اللي منتظر اليوم، قلت في مدينة وهران الجزائرية. موزايك سهلا باش تعيشكم على امتداد البطولة حتى اليوم 5 جويلية. أخبار البطولة هذه مع مبعوثنا الخاص الطاهر سيسي. إلى كرة القدم، الترجي غدوة يغيب عليه كوليبالي بسبب عودة كوليبالي اللي غاب عن لقاء الكلاسيكو مع النجم الرياضي الساحلي مقابل غياب محمد علي بن رمضان بداعي الإنذار، كانت تحصل عليه في لقاء النجم الرياضي الساحلي. نذكر غدوة مباراة مصيرية حاسمة أمام الاتحاد الرياضي ببيردان 5 على 5 في ملعب حمادي العقربي برادس. بالنسبة لكلاسيكو النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، في النجم يرجع كل من إيهاب المساكني ياسين العمري، ويغيب بن عيادة بداعي الإقصاء ونهاية كذلك التجربة، وبوزرة مصاب. في صفوف النادي الإفريقي يغيب كل من اسكندر العبيدي مصاب، ويتواصل كذلك غياب لاري العزوني ورامي البدوي مصابين كذلك، إلى جانب نذكر الغندري وشهاب العبيدي. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الوزارتي أعلنت على عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة نهار 11 جويلية لمراجعة النظام الأساسي للفريق، والجلسة العامة الانتخابية باش تنعقد يوم 24 جويلية. بالنسبة للانخراطات تباع بداية من غدوة اليوم إلى يوم 8 جويلية، و بطبيعة هذه كل المعطيات قلت الخاصة بالهيئة اللي أصدرتها الهيئة التسييرية بخصوص الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي البنزرتي. نحكي تنس. مالك الجزيري 38 عام، المصنف 324 عالميا، يلعب اليوم نصف نهائي بطولة بيونس آيرس في الأرجنتيني، يواجه الأرجنتيني ماريانو نافون المصنف 433. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستستبعد مرة أخرى الاتحاد الدولي للملاكمة عن الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس 2024، وذلك بسبب الفساد. نذكر أن الاتحاد الدولي للملاكمة كان تمنع كذلك من المشاركة في أولمبياد 2020 اللي أقيم في صيف 2021 في طوكيو في اليابان. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikfm.net.